فاحنا القانون، حنا بغينا حقنا، ما بغينا لا فلوس الدوله لا حتى شي حاجه، بغينا التعويضات ديالنا. السلام عليكم. انا السيده تفرا وتحريبه، صانعه تقليديه وكنمثل صناع تقليديين. حنا من المتضررين ديال معرض ابو جهل للاسف 2022 اكتوبر. لحد الان ما توصلناش بالسلعه ديالنا. شنو المشكل اصلا؟ لا اصلا انا مشينا درنا معرض في ابوجا في نيجيريا. مشينا مع الغرفه اللي مع هي ديك الغرفه الصناعه التقليديه اللي طبعتو بصفت السيد الرئيس عبد الرحيم الزمزامي والمدير عماد، فهم عيطوا لينا على اساس غنمشيو نمثلوا المغرب، وكنا حنا 70 واحد. حطينا لهم السلعه ديالنا في الصناعه في الاداره و في امين الله وحفظه. مشينا درنا المعرض، داز زوين، درنا المغرب احسن تمثيل، صفق لينا كل شيء ودبينا كيقولوا لنا السلعه ديالنا ما غاديش ترجع معنا، غتبقى شي 15 يوم بعد ولات شهر. لا السلعه هذه بغيت تتكلمي على الالتزامات. الالتزامات على اننا مشينا، الالتزامات ديالنا والالتزامات ديال الغرب. الالتزامات ديالنا كحنا وفرنا لهم السلع والمعرض وداكشي اللي طلبوه منا وجدناه ليهم، حتى من لا دوموند ديال الفيزا خلصناها، من الدواء لانجيكسو درناها في باستور. يعني الناس اللي نورمالمون ماشي حنا اللي خصنا نخلصها وما اللي خصها تكلف بها، حنا دفعنا الثمن ديال البرا، دفعنا الثمن ديال الدواء. الفيزا 1500 درهم، 70 واحد خلصها. حطينا لهم السلعه ديالنا، الوزن اللي قالوا لنا في المقر ديال الجهه اللي كاين في التقدم، جهه لي صوفيا. ما تبقى في الحوايج ديالنا، كان عندنا دو باجاج، يعني لي باجاج ديال الحوايج ديالك باش تشونجي هذاك المده اللي كنا ديال الاقامه ديالنا تما. قالوا لنا غادي توصلوا، كانوا لي فواياج مقسمين، ما مشيناش نفس الفول. كاين الناس اللي مشاو في 19 20، كاين اللي مشاو في 20 21، حيت المعرض كان في 24 اكتوبر 2022، فحنا تقسمنا على ثلاثه ديال الرحلات وصلنا. كاين اللي حوايجو وصلوا معاه، كاين اللي حوايجو ما وصلوش، فتحت البث ديالنا ما وصلش لا خلال 24 ساعه. واخا شنو الالتزامات بعدا؟ الالتزامات ديال جهه ان رئيس الغرفه، الالتزامات ديالو ان متكافيل بجميع، لا بالاقامه ديالنا ولا بالرحلات ديالنا ولا بالشحن ديال السلع ديالنا. شحن في الذهب والاياب. اياب الذهب واياب، مشاو في الطياره، احنا علينا غير نمشيو حنا. وهاد الالتزامات وفات بها الغرفه؟ لا وفات بهم في الالي، اما في الغوتو ما وفاتش. رجعنا تعذبنا، كاين اللي دار ليسكال، كاين اللي بقى 6 سوايع 10 سوايع في المطارات. السلع ديالنا لي باجاج، كاين اللي جا معاه حتى الباجاج ما جابوش معاهم، قالوا لهم حكر الطياره ما غاديش. الناس اللي مشاو على الفواياج يمكن الاخراني ما داوش، ما توصلوش بحوايجهم. كاين بعض الاخوات اللي بايت هما في الشكايه، ما توصلوش حتى بالحوايج ديال الباس ديالهم. مشينا دوزنا كل شيء، وصلت السلعه، داز الافتتاح زوين، راه عندنا التصور والفيديوهات ديالنا اللي درنا. سالت الحفله، درنا حفله الله يجازيه بخير، وحوايجنا وصلنا المغرب في امان الله. كاين اللي مرض مسكين، انا بعدا مرضت، الصوت ديالي مشى، ما كاينش اللي يصور فينا. المهم تقريبا حجم الخسائر اللي خسرته قبل ما تمشيو، كل واحد على حسب، كل واحد قبل ما نمشيو، قبل ما تمشيو شنو الخسائر الخسائر اللي صرفنا هما الفيزا. انا قالوا لنا ما كانش خصنا نخلصوا حنا الفيزا، يعني 1500 درهم الفيزا، والدواء ديالنا راه تقريبا شي 1700 درهم باش شرينا الدواء. عندنا الوراق باش شرينا الدواء، عندنا كل شيء. نورمالمون قال لك خصو هو يتكلف بكل شيء، حيت حنا غاديين وفد رسمي كنمثلوا البلاد، كنمثلوا المغرب، المنتوج ديال الصناعه التقليديه، كل واحد والحرفه فيها. كاين اللي باع، كاين اللي لا، نظرا ان الاخوان النيجيريين ما عندهمش ثقافه بزاف بالثقافه المغربيه ديال اللباس، فتيعطوا الثمن للاخوان الصناع بثمن خيالي، واحد كيبيعها ب 800 درهم تيقولوا له 200 درهم. في الاواخر باش يتفكوا جابوا لهم الجماله، الجماله ما عطاتش للناس الفلوس، الناس خاسره، الناس سلفات، الناس عطات الشيكات ديالها، الناس تواطئات، كانوا دو غروب كتعطي السلعه باش يديروا، في الاخر الناس ما باعتش، شنو غتباع بالخساره؟ فهذاك الحجم ديال الشحن اللي غيعاود يرجع كان يمكن ما تغيرش.
انا بالنسبه لي انا ما جبت حتى شي حاجه وتهرسوا لي حتى انا عندي كلشي فخاجي الدجاج عندي الطيافر كلشي تهرس من حتى شي حاجه حسب واحد الفيديو ريتي ليا كان الناس تكاشط ديالهم تكاشط مازال عندنا فيديو تكاشط جلال بفادحه كاينين زرابي رباطيين كاينين زرابي ديال خميسات راه خيوطه خيوطه وحنا عطينا الزرابي صحه سلام ولاو خيوطه السلام عليكم الاخوان شوفوا هذا الشيء زرابي البغار غنفاكر شوفوا الناس شوفوا الحوايج المغاربه شوفوا هانتوما شوفوا التكاشط المغربي ولا شوفوا الصناعه التقليديه شوفوا هذا الشيء هانتا شوفوا الصناعه التقليديه شوفوا التكاشط ديال المغرب كي ولا شوفوا شوفوا يد الصانع التقليدي مسكينه شوفوا هاد السيده ها هي مسكينه ها هي معنا لا انا عرفتي علاش طريقه المعامله ما يدوناش بحال الكلاب انت شوف هاد الحوايج هادو شوفوا هاد الشيء كلشي مقطع كلشي خاني كلشي غامن شوفوا هادو شوفي هادو بصح الحاليه انا ما فهمناش فيها واحد الريحه خامزه ما تقدرش تشمها ولا تديها لدارك ولا تدخلها كيفاش انت عطيتي غير النفسيه ديالك ان سلعتك ما هي سلعه ما فهمناش ما فهمناش هذوك البلاد كيفاش وصلت واخا حسب عين ديالي ان الغرفه واخده الدعم من وزاره الصناعه واخد وزاره الصناعه التقليديه والدعم ديال الجهه كانوا معنا ناس كان منهم السي مجاهد كان معنا حاضر نائب عبد الحق نائب العرفه نائب العمده ديال الرباط كان حاضر معنا في الرحله كان معنا موقف في ديك فتره ديال فتره الاقامه ديالنا بنيجيريا كان معنا اللي غير بحال اللي حنا مشينا في حالتنا سالت المهمه ديال المعرض فبحالنا بحالو دوك كان عنده علم داك الشيء كان مندوب ديال وزاره ديال الصناعه التقليديه كان ديال السياحه كان يعني كانوا الناس كانوا اعضاء ديال المكتب اذا هاد التعويضات هاد الدعم اللي خداته الغرفه فين مشى في نظرك؟ هاد السؤال خصو يتوجه للسيد الرئيس السيد الرئيس والترئيس الجهه حنا بغينا نعرفوا حنا عطيناكم حنا وجهنا مراسله للموقع السيد رئيس الجهه تقريبا هذه اكثر من شهر ولحد الان ما تلقينا حتى شي جواب مما ضرنا اننا نديروا هذا مشيت جوا هذا النظام باش ديال لان رئيس الجهه كيقول لك بان رئيس الغرفه باقي ما ردش ما عرفناش فوقاش غادي يرد رئيس الغرفه راه ما ردش هذه عامين راه ب 2022 و 2022 لا انا ما شفتوش حيت ما خلاناش نشوفوه اصلا حنايا في 2023 فاش كان الزلزال ديال مراكش الله يرحم اللي مات ويعوض اللي بقى درنا انا درت فيديو وناشد الوزاره السيده الوزيره عطينا لها شكايه تفعل لها شكايه ما شافتناش ما استقبل الصناعه التقليديه السيده عموره ما حساتش بهاد الناس رغم ان بالعلم ديالها راه في اخبارها شنو طاري حنا راه ما خلينا حتى شي مكتوب عندنا الدلائل المكاتب فين حطينا الشكايه ديالنا لحد الان الشكايه ديالنا راه كاينه في المحكمه عند الوكيله عندها الشكايه الثانيه والقانون راه غادي يدير المجرى ديالو يعني حتى واحد ما ردش عليكم الحذر كلشي كيتوارى على الانظار للاسف 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 كيتبرز ولكن الحمد لله كاين القانون في البلاد كيبقى السؤال مطروح فين مشات هاد الاموال وفين مشات وهاد الخسائر شكون اللي يتحمل يتحمل السيد الرئيس والوزاره الوزاره حيت حنا ما مشيناش بوحدنا حنا مشينا تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله للاسف صاحب الجلاله مسكين الله يحسنها فقط صاحب الجلاله راه عطانا الدعم عطانا الدعم عطانا قيمه ما خلى ما دار راه عيا مسكين راه عيا حنا خصنا نخدموا حنا كنبقاو ندورو ونناشد صاحب الجلاله صاحب الجلاله راه عطاهم مراكز راه قال لي واش يا الشريف راه انت حلفتي وعطيتي العهد باش تمثل البلاد احسن تمثيل باش المواطن تخدمو راه بابا ما شا يدير هذا صاحب الجلاله شي يدير القانون صاحب الجلاله الله يخليك لينا حشمنا نقول لك نناشد صاحب الجلاله فاحنا القانون حنا بغينا حقنا ما بغينا لا فلوس الدوله لا حتى شي حاجه بغينا التعويضات ديالنا رفعتوا شي دعوه قضائيه هاد الدعوه راه في المحكمه عندي شكايه ديالي لا مازال لا انا تستدعيت استمعوا لي المنطقه ديال حين نهضه الدائره 14 وسمعوا لواحد الاخ ديالي واحد المهم صديق اخ
تا هو والما تبقى مازال مستل على الرضارة ان كل واحد فين تمارا صخيرة تمارا. الفين وثلاثة وعشرين شهر 12 يعني تما يقارب سنة. سنة عاودت درت ليها شكاية تذكيرية في شهر 8 فانا داروا معايا من بعد العطلة الصيفية. فالعطلة الصيفية سالات والإضراب ديال المحاكم فاحنا غادي نمشيو إن شاء الله نمشيو لعندهم نشوفوا شنو كاين ونكملوا المسار ديالنا ديال القانون. الحمد لله راه كاين القانون في البلاد. كاين القانون. نتمنى أن يكون القانون. لا كاين كاين هو أقسم بالله لا كاين كاين كاينين الناس نزهاء. القانون كلمة فضفاضة. لا كاين القانون. عندي شوف عندي إيمان قوي أن كاينين الناس شرفاء في هذه البلاد. شرفاء كاينين. كاينين وكاينين الناس. القانون كيطبق. لا غيطبق. غيطبق. لا لا كاينين وحق الله واخا يكون واحد كاين القانون. انت دابا من 2018 ولا 2019؟ لا باش مشينا ل 22 2022 دابا حنا في 2024 مقبلين على 2025 ان شاء الله بطولة العمر غناخذوا حقنا والله القسم كاين القانون. ننتظر. لا 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 غناخذوه. نتمنى. عندنا شوف عندنا ناس عندهم النفس على البلاد عندهم النفس وكيبغيو بلادهم وكيبغيو مالكهم وحنا وحدين منهم اللي كنبغيو بلادنا وكنبغيو قلال كاينين كاينين امام التيار الفساد كاينين كاينين بحال هؤلاء الملاهي عندهم كاينين بالبلاد ولكن عندهم واحد الوقيته غيمشيو في حالاتهم ما غيذكرهم حتى واحد بالخير. لا حنا ما بغيناش نمشيو في حالاتهم. لا غيتحاسبوا غيتحاسبوا اقسم بآية الرحمن اللي قالها الله سبحانه وتعالى والله لأنصرنك ولو بعد حين. لا غيتحاسبوا من طرف الله هذه ما تنهضروش عليها. غيتحاسبوا قانونيا قانونيا كاين نزهاء كاينين الناس نزهاء كاينين الناس نزهاء. وإن كنت أختلف معك. لا كاينين أنا عندي آمال الحمد لله. إن شاء الله بإذن الله. انتظار إن شاء الله كاين فراش.